مساكم سعادة ونشاط وحيوية، ويا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة يوم الثلاثاء من برنامج بعد السادسة. اليوم عندنا فقرات متنوعة، أيضا تقارير مختلفة. ومسي بالخير على زميلي عبد الله. مساء النور عبد الله. مساء الخير ماني، مساء لك بالخير، ومسي بالخير على السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بعد السادسة. والآن وفي بداية حلقة برنامج بعد السادسة راح ننقل لكم طبعا تقرير عن حفل تكريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق السيد علي محمد ثنيان الغانم، واللي ترجل بعد عطاء 16 عام بمسؤولية رئاسة غرفة تجارة وصناعة الكويت. أشكر حقيقة الأخ محمد الصقر وأخوانه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على هذا التكريم من المؤسسة أو المكان التي أعرف أن الوالد يعتبرها بيته الأول، نشأ بها وترعرع بها وكان عضوا في مجلس إدارتها حتى تبوأ رئاستها لفترة طويلة من الزمن. هذا محبة الكويت بعضهم لبعض، هذا تواصل أهل الكويت، وهذه النتيجة اللي نشوفها اليوم. اليوم العالم كله يشوف من هم أهل الكويت، وللأمانة أفتخر وأعتز بكل الحضور، وأنا أعرف أن كثير جماعكم يحضرون ما قدر المكان ما يجد، وكل أتمنى الله يديم ويحفظ هذه الكويت. بما لا شك اليوم أن العم علي الغانم الله يحفظه أحد القامات الاقتصادية الكبيرة والمشهود لها في الكويت، وممن قدموا الكثير من أبواب العطاء والبذل لهذا الشعب ولهذا البلد، وأقل ما نقدر نقدمه له اليوم أن نحضر اليوم في يوم تكريمه مقابل كل اللفتات الإنسانية والوطنية التي قام فيها، وهذا أقل ما نقدر نقدمه لهذا الرجل المعطاء. ونسأل الله العلي القدير اليوم أن يديم عليه نعم الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله، ونسأل الله أيضا أن يكون هذا العطاء هو نبراس لأجيال من بعده بإذن الله. والله يعني أولا أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأشكر الجميع يعني في هالمناسبة اللي فعلا قدموها لشخص، مو لأني يمكن أنا تكون شهادتي مجروحة، بس لأن أنا عمري طويل معاه أحسه وأشوفه، لشخص حب الكويت وحب يخدم الكويت ويعلي اسمها مو بس بمجال عمله بس حتى في أشياء كثيرة في العالم كله. أنا تشرفت بالعمل مع العم مرزوق ما بين 2006 و2000 نهاية 2011 عندما انتخبت عضوا في مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الكويت، وتعلمت منه الكثير، وأسأل الله عز وجل أن يلبس ثوب العافية وأن يطول بعمره وأن يعني يحفظها لأسرته الكريمة. الحقيقة قامة تعلمنا منها وما زال نتعلم منها. الجمعيات الخيرية الكويتية تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات والتي تنتشر حول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون، إلى جانب إيصال الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وأيضا خدمات صحية وتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة حتى ضرب العمل الخيري أطنابه في مشارق الأرض ومغاربها. حديثنا ونحن مقبلين طبعا على شهر الخير، شهر رمضان المبارك، الحديث عن العمل الخيري الكويتي بعد قليل.
نرحب بالدكتور ناصر الأجمي رئيس اتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية الكويتية، حياك الله معنا دكتور في برنامج بعد السادسة. الله يحييك. هلا والله يا عبد الله. في البداية دكتور ودنا ناخذ منك لمحة تاريخية حول العمل الخيري في الكويت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا يعني أنتهز الفرصة باسمي وباسم إخواني أعضاء الاتحاد، وكذلك باسم إخواني وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية، برفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وكذلك لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإلى إخواني وأخواتي الشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية. طبعا العمل الخيري الكويتي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، هو أمر متجذر ومتأصل في نفوس الكويتيين منذ القدم، منذ نشأة الدولة ومنذ نشأة شيء اسمه الكويت قبل 350 أو 400 عام. نعم. يعني المؤرخين سواء اللي سجلوا تاريخ الكويت أو تراثها الأصيل ذكروا العديد من الحوادث والأمور اللي مرت على تاريخ الدولة، وبرز فيها حقيقة فزعة أهل الكويت بالسابق ومنذ القديم، وأيضا في الفترات والأزمات الحالية والكوارث اللي مرت فيها الأمة العربية والإسلامية. نعم. العمل الخيري الكويتي لا يمكن أن يفرز لأي جهة كانت، هو عمل فعلا متأصل ومثل ما ذكرت أخوي عبد الله لا يميز لأي بين أي جنس أو عرق أو لون. العمل الخيري الكويتي وصل إلى أصقاع الأرض كلها، ما تجد أي دولة إلا وعمل أهل الكويت بعد فضل الله سبحانه وتعالى واصل إلى جميع هذه الدول. الكثير من الحوادث يمكن مرت يمكن الفترات الأخيرة خلال السنوات اللي فاتت كلنا شفنا المآسي اللي تمت سواء كانت من كوارث طبيعية أو حروب أو مشاكل أو نزاعات. الحمد لله رب العالمين دولتنا الحبيبة بادرت بنفسها بتدخل إلى نجدة هؤلاء الناس وإغاثة الملهوفين وإغاثة الضعفاء من كبار السن والأطفال والأرامل وغيرها من هذه الفئات التي تحتاج إلى دعم. جميل دكتور، إذا بنتكلم عن دور لجان العمل الخيرية في الكويت ومن المستفيد منه؟ يعني العمل في اللجان الخيرية طبعا كل جمعية يعني لها أعمال داخل الكويت وخارج الكويت. وخارج الكويت عملها بالأساس يكون داخل الكويت. هناك جمعيات لها عمل مشاع ومنتشر وأعمال تعتبر احنا نسميها الأعمال الموسمية، كل الجمعيات تشترك فيها. صحيح. لكن الهدف والأساس والهدف الرئيسي لكل جمعية حقيقة هو المواطن والمقيم داخل على أرض دولة الكويت، وخصوصا احنا نسميهم طبعا ونسميهم الشرح هم الأسر المتعففة. نعم. الأسر اللي يحتاجون إلى مساعدة إلى مساندة، يحتاجون إلى يعني بعض الأمور وبعض الإشكاليات اللي تمر في حياتهم تحتاج إلى دعم مادي، إلى دعم في موضوع قد تكون بعض يعني الاحتياجات الأسرية والمصاريف الشهرية لهم. الجمعيات حقيقة تساهم في توفير ولو بجزء يسير من هذه المساعدات حتى تستطيع هذه الأسر أنها فعلا تعيش كأسرة كريمة، أسرة موجودة داخل وبيننا كمجتمع كويتي. نعم. هذه الأعمال الخيرية دكتور سواء كانت داخل الكويت أو خارج الكويت من المستحيل بأنها تصل إلى المحتاج أن لم يكن في هناك متطوعين. صح. الناس قاعدة توصل هذه الأعمال الخيرية، فإذا بنتكلم على مفهوم العمل التطوعي في اللجان الخيرية. كلام سليم. أول شيء أوجه شكر صحيح لكل فرقة تطوعية. نعم. اللي عملت معانا وخاصة أثناء الحظر الشامل ل الجائحة اللي مرينا فيها داخل الدولة، يعني تقريبا من 3 أو 4 شهور البلد كلها أغلقت. صحيح. لكن احنا كجمعيات خيرية تفاجأنا بالاتصالات اللي قاعد توصلنا من إخواننا وأخواتنا وشبابنا وبناتنا من أهل الكويت، يتصلون علينا يعني مستعدين أن يبادرون بأي عمل حتى يخدمون البلد وحتى يوصلون المساعدة. احنا كلنا نعرف أن الدولة كلها أغلقت بكل مؤسساتها والناس اضطرت ويعني أن تقعد في بيوتها نتيجة لتجنب هذا الوباء. لقينا العديد من الفرق التطوعية صراحة
معروف ان العمل التطوعي هو بذل الجهد بدون مقابل. احنا بعد ربعنا واهلنا او شبابنا وبناتنا مو بعد بدون مقابل، هم قاعد يدفعون من جيوبهم وقاعد يستخدمون حتى وسائلهم سياراتهم وامورهم هذه في انهم يعني يخدمون اخوانهم، يخدمون الاسر اللي اضطرت انها تقعد في بيوتها. صحيح. من خلال توزيع السلات الغذائيه، توزيع المساعدات، توصيل الادويه، توصيل كبار السن الى المستوصفات والى المراكز العلاجيه، تنظيم الدخول والخروج في الجمعيات التعاونيه. نعم. ولذلك الفرق التطوعيه هم صراحه كانوا خير سند لنا بعد الله سبحانه وتعالى خلال عملنا، سواء خلال الازمه او في غيرها من يعني في الأوقات الطبيعية اللي احنا نمر فيها. نعم. هل العمل الخيري فيه له مجالات دكتور؟ طبعا هو مثل ما قلت لك يعني احنا مجالات العمل الخيري الدائرة الرئيسية اللي نعمل خلال هو يعني خدمة الإنسان. نعم. هذا الأصل. هذا الأصل. نعم. سواء داخل أو خارج الكويت. داخل جمعياتنا خاصة في الكويت تميزت بالعديد من الأمور، أهمها أن هناك جمعيات تخصصت في خدمة بعض الفئات. في جمعيات تخدم المسنين. نعم. كعمل أساسي وإنشائها تخصص. نعم تخصص. نعم. في جمعيات تدعم مرضى السرطان. نعم. في جمعيات تدعم فقط الأسر المتعففة، فعلا عندها مشاريع موسمية هذا لا يمكن الاستغناء عنها. صحيح. في شهر رمضان، في مواسم عيد الأضحى وغيرها من الأمور هذه على مدار العام. نعم. لكن التخصص هو ميزة العمل الكويتي. نعم. نعم. جميل جدا. أيضا حين إذا بنتكلم على العمل الخيري، على العمل التطوعي كذلك، هل من الممكن أن يكون منهجا دراسيا دكتور؟ والله احنا نتأمل صراحة يعني، وأنا حقيقة يمكن قرأت بعض المقالات ان يعني في يعني العمل الخيري يدرس حتى في الدول الغربية، موجود يعني في مناهج موجودة كمتطوع وله منهج وله يعني، وان كان وصل الى يعني مثل ما قرات مرحله تسمى يعني ليست مرحله جامعيه لكن مرحله الدبلوم، لكن بالعكس ما يمنع انه يكون في منهج خاص لدراسه العمل التطوعي وتاهيل تندرج تحت خدمه مجتمع او مسؤوليه مجتمعيه. ممكن تندرج تحت هذا المسمى، لكن في النهايه يكون يعني على سبيل المثال كتجربة يعني سابق كوني أنا أيضا موظف وزارة الأوقاف. نعم. ولي تجربة أيضا حتى مع وزارة الصحة. وزارة الصحة كان عندها إشكالية في قضية متابعة المتعافين والإدمان. نعم. فطلعوا منهج سموه مرشد التعافي، الديوان وافق عليه مباشرة لأن هذا المسمى يخدم هذه الفئة، وكذلك في أن نأسس منهج خاص بالمتطوعين أو له علاقة بشكل مباشر في العمل الخيري، بالعكس هذا جيد وهذا أمر حنا يعني نوصف فيه ونحفز عليه إن شاء الله. جميل. البعض من يتبرع أيضا يتساءل أحيانا هذه الفلوس أنا اللي قاعد أدفعها، المبالغ المالية وين قاعدة تروح؟ هل هناك جهة رقابية؟ هل اللجان الخيرية تخضع لرقابة مالية؟ ما هي الجهات التي تخضع لها؟ والله شوف أنا لو أقول لك بس خطوات التبرع تحويل الأموال يمكن ما يكفي اللقاء نتيجة للتعقيد الموجود في موضوع دعم المشاريع في الخارج وحتى داخل الكويت. أول شيء طبعا اللي يشرف علينا بشكل كامل هم وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الخارجية. احنا نعتبرهم جناحين العمل الخيري، لا يمكن أن العمل الخيري يسير بدون أحد هاتين المؤسستين. وزارة الخارجية عندها منظومة اسمها منظومة العمل الخيري، لا يمكن لأي جمعية داخل الكويت أنها تتعامل مع أي جمعية في الخارج إلا من خلال هذه المنظومة. هذه المنظومة. وتكون هذه الجمعية معتمدة ولها رقم. نعم. ولها بياناتها، إجراءات التحويل وإجراءات الصرف. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التحويل بشكل نقدي إلى المستفيد. نعم. بتاتاً هذا الشيء لا يمكن، مو يتم، لا يمكن حتى أي جمعية تغامر فيه أصلاً. الكاش ممنوع. ممنوع. وحتى احنا حاطينها على اعلاناتنا وشغلنا انه يمنع الجمع النقدي. نعم. وهذا شرط من شروط الاعلانات، ولذلك لا يتم هذا الامر الا من خلال التحويل البنكي، ولا يمكن ان يتم الا من خلال الحصول على موافقه وزاره الشؤون بكتاب رسمي بعد الانتهاء من المشروع. يتم. نعم. ترخيص المشروع في البدايه ان كان هذا المشروع داخل الكويت او خارج الكويت. مثلا دعم الاسره المتعففه يتم ترخيص المشروع من وزاره الشؤون، ترد بالموافقه، يتم الاعلان عنه، يتم جمع التبرعات، بعد ذلك
نستخرج شهادات بقيمة المبلغ المتبرع ونخاطب في وزارة الشؤون، وأيضا وزارة الشؤون ترد لنا بالموافقة على تحويل المبالغ، وحنا بدورنا نخاطب البنوك المحلية لتحويلها نعم. إلى الأسر داخل الكويت أو للمشاريع اللي خارج نعم. الكويت. فلا يمكن حال الأحوال أن يتم هذا، فيطمنون أخواننا نعم. وأخواتنا المتبرعين بهذا الجانب. قبل شوي دكتور ذكرت بأن من الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية هناك الأعمال الموسمية، احنا مقبلين إن شاء الله على شهر الخير والرحمة، وعسى الله يعود علينا إن شاء الله بالصحة والعافية والبركة. شهر رمضان، شنو استعداداتكم لهذا الشهر؟ عسى الله بأن نغلق وياكم إن شاء الله الشهر الفضيل، وكاستعدادات الحمد لله احنا جمعياتنا ولله الحمد عندها ذاك الترتيب المسبق. حين اغلب الجمعيات اذا ما بدي ابالغ واقول 100% من الجمعيات استعدت لهذا الموسم الفضيل، سواء بطرحها للمشاريع يعني الموالمه لشهر رمضان المبارك من خلال افطار الصائم، توزيع السلات الغذائيه، توزيع المساعدات على الاسر المتعففه، وكذلك طرح بعض المشاريع يعني المتميزة اللي تميز فيها الجمعيات الخيرية نعم. تستغل وتستثمر فترة شهر رمضان المبارك حتى يعني ترشد وتوعي الناس بهذا المشروع وتبين أهميته نعم. وعديد من المشاريع حقا نوعية احنا قاعد تطرح من خلال جمعياتنا ومبراتنا الخيرية داخل الكويت، وكل هدفها بالنهاية هو خدمة المواطن وخدمة المقيم على أرض الكويت من خلال جمعياتكم ومبراتكم الخيرية نعم. تقريبا كم عددهم دكتور؟ والله العدد الأعضاء في الاتحاد نعم. 74 جمعية ومبرة. 74 جمعية نعم. نعم العدد الإجمالي يعني يوصل إلى 120 ما شاء الله نعم. جمعية طبعا مسجلة ومشهرة من قبل ومبرة مشهرة من قبل وزارة الشؤون، وحنا أيضا نستغل الفرصة هذه أن ندعو إخواننا باقي الجمعيات الخيرية أن ينضمون إلى عضوية الاتحاد، لأن هذا كله لصالح العمل الخيري الكويتي. في رصيد أو رقم للمبالغ التي يتم توزيعها للمحتاجين من قبل جميع الجمعيات والمبرات تقريبا؟ يعني كإحصاء احنا ما تدخلنا في قضية كرقم إجمالي نعم. لعموم الجمعيات الخيرية، لكن كل جمعية لها تقريرها الإداري ولها تقريرها المالي، وهذا يتم في مخاطبة وزارة الشؤون. لا وزيدك ان الجمعيات الخيرية كل جمعية لها موقع إلكتروني موجود في المشاريع وموجود في المبلغ اللي جمع لهذا المشروع، وأيضا موجود التقرير الإداري والتقرير المالي موجود على موقع كل جمعية جميل. ممكن من خلاله أي متبرع يدخل إلى موقع أي جمعية ويتابع ويقرأ البيانات ويعرف هذه الأرقام وين راحت وهذا المشروع كم حصل وهذا المشروع كم حصل نعم. فيعني جمعها بهذه الطريقة يعني ليست مهمة الاتحاد، لكن هي بالأساس مهمة وزارة الشؤون، وأيضا فوق هذا كله مبدأ الشفافية مطبق على جميع الجمعيات والمبرات الخيرية، موجودة هذه البيانات نعم. من خلال مواقعهم الإلكترونية. كل الشكر لك دكتور على وجودك معنا اليوم في برنامج بعد السادسة. الله يحييكم. الله يسلمك. شكرا للدكتور ناصر العجمي رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية. أما الآن فسنذهب إلى مشاريع وزارة الأشغال العامة في مشروع مركز الفروانية الثقافي. يتكون المبنى من سردابين مخصصين لمواقف السيارات بالإضافة إلى دور أرضي وسبع أدوار. تضم هذه الأدوار قاعة عرض سينمائية ضخمة صممت وفق المعايير العالمية لقاعات السينما، بحيث تحتوي على مقصورة الـ VVIP ومقاعد الـ VIP. وكذلك يحتوي على متحف أثري ومعرض للفنون لعرض لوحات الفنانين بالإضافة إلى ورش عمل، وكذلك يحتوي على متحف وسينما ومكتبة مخصصين للأطفال. سطح المبنى من حديقة تبلغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع،
بالإضافة إلى ممشى للزوار كنوع من الترفيه. حرصت الإدارة في هذا المشروع على استخدام أحدث التقنيات في توفير الطاقة وتنفيذ قوانين الدولة، حيث تم استخدام نسبة لا تقل عن 15% من الطاقة الشمسية في هذا المشروع. تتميز واجهة هذا المشروع بأنها على شكل خريطة دولة الكويت عام 1950 مطبوعة على اللوحات الشمسية، بحيث تظهر شكل الخريطة على المبنى عند إضاءتها. كذلك تم استغلال المساحات الداخلية والخارجية بالحدائق والمزروعات، مما يجعل هذا المشروع يندرج ضمن قائمة المباني الخضراء في دولة الكويت، والتي بدورها سوف تسهم في جعل منطقة جليب للشيوخ منطقة حيوية وجاذبة بإذن الله. أما الآن فحديثنا راح يكون عن عودة الحياة وبعد انقطاع الدواوين بسبب جائحة كورونا، وهذا التقرير مع الزميل خالد البناو. تحلى وتكثر التجمعات والزيارات بين الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن العادات العريقة للكويتيين في رمضان تجمعاتهم في الدواوين، واللي فيها يصير الإفطار الجماعي والغبقات الرمضانية. تعالوا معنا، خلونا نزور أحد هذه الدواوين ونتعرف على عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية. خلكم معنا في هذه الجولة، حياكم. السلام عليكم. الله بخير، يعطيكم العافية. أقعد بينكم. قواك الله. حياك الله اخوي محمد، حياك الله. يا هلا، تعرف عليك عدنان شهاب. اخوي عدنان، والله اخوي عدنان، نبي نتكلم عن عوايدكم وطباياكم الروتينيه في شهر رمضان، وخاصه في الدواوين الكويتيه اللي تصير فيها الافطار الجماعي، الغبقات الرمضانيه. فشنو روتينكم اليومي في شهر رمضان، وشنو تحرص عليه اكثر شيء انك تسويه كل رمضان؟ طبعا ديوانيتي هذه ديوانيه اسبوعيه، فاحنا تقريبا رمضان اسبوعيا نتفطر مع بعض، أسبوعيا نسوي السحور جماعي، نتجمع فيه طول اليوم، نقعد قاعدة سوالف مباريات، خصوصا يوم أنا دوانيت يوم لحد معطينا حق المباريات. عادة يعني أول 10 أيام تكون زوارة، و10 أيام بعدها رياضة، مشي لعب كرة سوالف هذه، وآخر 10 أيام عبادة. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي، حياك. تعرف عليك أخوك عبد الله الخضاري بحسن. والله والنعم. شنو عوادك السنوية في رمضان؟ أول شيء مناسبة حلول شهر رمضان، مبارك عليكم الشهر وعلى الأمة الإسلامية وعلى القيادة السياسية في البلد، ممثلة في حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد، وعلى الشعب الكويتي الكريم قاطبة. يعني رمضان عوايده حلوة، يعني صلة الرحم، التجمعات، هالدواوين، آخرة تقضي بعبادة، يعني شهر حلو وخفيف، كلها 30 يوم يمرون عليك، يعني مرور جميل، مرور طيب. شو تحرص عليه أكثر شيء أنك تسويه في رمضان، يعني من عاداتك السنوية؟ هو روتين رمضان كل سنة، قبل الفطور كوري، بعد الفطور دواوين، لنهاية آخر العشر الأواخر، من هالمسجد لهالمسجد تفتر تتعبد الله. راح نتعرف بعد على أحد رواد الدوانية، يعطيك العافية. الله يعافيك وخليك يطول بعمرك. نتعرف عليك. معك حسين القطان. والله والنعم أخوي حسين. أخوي حسين، شنو تنصح اللي بيناتهم خصومة وزعل، خاصة الحين يعني في شهر رمضان هو شهر التسامح والبركة، فشنو تنصح الناس اللي الحين ما زال بينهم خصومة؟ أول شيء مبارك عليكم قدوم شهر رمضان الكريم، علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وعلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين. طبعا هذا شهر رحمة وخير،
طبعا الله غفور رحيم، فما بالك عباد الله. فيعني هذا شهر تقارب المودة وصلة الأرحام، فعلى قولتهم هم الإنسان كل واحد في غل بقلبه يشيله قبل هذا الشهر، ويدش هذا الشهر ويستقبله بكل أريحية، وعلى قولتهم نصفي القلوب، وعلى قولتهم اليوم خلاف باكر ود وباكر أصدقاء إن شاء الله. شفتوا معانا العادات والتقاليد الرمضانية لأحد الدواوين الكويتية وعادات الكويتيين في شهر رمضان المبارك. كان هذا تقريرنا وهذه جولتنا في أحد الدواوين الكويتية. مع السلامة. كل شكر للزميل خالد البناو على هذا التقرير الجميل. لا يمكن للفن أن يزدهر أو ينمو دون أن تتوفر البيئة الحاضنة للإبداع والمبدعين، والتي تساعدهم وتأخذ بأيديهم لإحداث نهضة فنية حقيقية في المجتمع. جمعية الفنون التشكيلية البيت اللي احتضن المبدعين في الفنون التشكيلية. خلينا نشوف معكم هذا التقرير ولنعود وياكم. الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية منذ أن تأسست عام 1968 وهي البيت اللي يجمع المبدعين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية. وهي النافذة الرئيسية لتبادل الثقافات الفنية والبيئة الحاضنة للإبداع والمبدعين. تسعى جمعية الفنون التشكيلية لإثراء الفن التشكيلي ودعم الفنانين في مجالات الفنون التشكيلية وتوفير بيئة فنية ملهمة وتشجيع الموهوبين في المجال الفني التشكيلي. أما الآن يسعدنا أن نلتقي بالفنانة التشكيلية عطارد الثاقب عضو مجلس إدارة جمعية الفنون التشكيلية اللي راح تتكلم على أبرز المحطات في حياتها، وراح نتطرق لدعم جمعية الفنون التشكيلية للفنانين بالإضافة إلى مشاركة الجمعية كضيف شرف في ملتقى معا وغيرها طبعا من المواضيع. حياك الله معنا أستاذ عطارد، منورتنا في بعد السادسة وتبارك الرحمن. يعني منذ الصغر بديتي رحلتك الفنية وطورتي هذه الموهبة وتميزتي أيضا وتنوعتي في أساليب الرسم، ففي البداية ريت تكلمينا عن هذه الرحلة الجميلة. يا هلا ومرحبا فيكم وأشكركم على استضافتي. بالبداية بالفعل مثل ما تفضلتي كان الفن هو شيء الأساسي بالنسبة لي، فكنت دائما وأنا صغيرة أفضل الرسم، وحبي لشغفي الحبي للرسم، فكنت دائما أفضل الرسم عن اللعب. فلو تلاقيني يعني أغلب أوقاتي أكون يعني ماخذة مثل ما تقولين الورقة والألوان ومستمتعة فيها. نعم، وقدرتي أيضا يعني أستاذة عطارد تطورين هذه الموهبة وتنوعتي أيضا في أساليب الرسم المختلفة، وهالشيء طبعا هذا مو أي فنان ممكن يوصل له إلا أكيد إذا كان هو حاب هذا المجال الفني. خلينا نتكلم أيضا عن أبرز مشاركاتك المحلية والدولية اللي شاركتي فيها. نعم، طيب طبعا أنا عندي عدة مشاركات دولية، كان عن طريق بعضها عن طريق وزارة الإعلام، والبعض كان عن طريق الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.
كان عن بعض الدول، اليابان، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، بعض الدول أيضا العربية، وهناك أيضا مشاركات محلية في الكويت عن طريق طبعا الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وأيضا المجلس الوطني. نعم، من خلال هذه المشاركات أستاذة عطارد أيضا حصلت على جائزة عالمية في مجال الفن، كلمنا عن هذه الجائزة وشنو تمثل لك اليوم؟ نعم، بالنسبة للجائزة العالمية كانت في سنة 2005 في باريس، وذلك كان الرسم على الكمبيوتر، لأني أنا أجيد أيضا الرسم على الكمبيوتر، فكانت الكويت، أنا متمثلة الكويت هي في المرتبة الأولى. نعم، هذه الجائزة أكيد يعني كان لها أثر كبير، خصوصا لما تكون المشاركات يعني مختلفة بأنواعها. خلينا نتكلم أيضا اليوم، يعني كان لك مجال كبير في مجال الرسم، واليوم أيضا الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ضيف شرف ما شاء الله في ملتقى معا دولي صحيح للفن المعاصر في تونس 2022، كلمنا عن هذه المشاركة. نعم، هذه المشاركة حديثة كانت في هذا الشهر الجاري مارس من 7 إلى 19/3، فكانت مشاركة جدا إيجابية وناجحة. كانت مشاركة في تونس طبعا مثل ما تفضلتي معا للفن المعاصر، وكانت المشاركة طبعا من رئيس الجمعية، هو رئيس سيد عبد الرسول سلمان، وأيضا 5 فنانين طبعا من ضمنهم أنا والفنانة مي النوري وأميرة أشكناني وتهاني الأخرافي وعبد الله العتيبي. فكانت يعني صراحة مشاركة رائعة، قدمنا فيها بالفعل هذا الفن الحديث المعاصر، وكان الفضل طبعا من إقامة الورش التي تقام في الجمعية الكويتية دائمة، مقامة طبعا طول السنة، فكانت تحث جميع الفنانين التغيير ومثل ما تقولين نطلع عن الجو اللي احنا عايشين فيه، الرسم التقليدي. فكان من شروط إقامة هذه الورش الفن المعاصر والحديث، وبالفعل لقينا مفاجآت إيجابية لهذا التطور الفني. ممتاز، دام تكلمتي على الإيجابية فإحنا اليوم بدنا نتكلم ما أثر هذه الإيجابية وهذه المشاركة يعني اليوم بالنسبة للفنانين أيضا الكويتيين، وشنو تمثل لك أستاذة عطارد؟ طبعا هذه المشاركة كانت هي نجاح وتطور للفنان أو الفنانة إلى الأفضل والأحسن. مثل ما تشوفين أن التطور يكون في جميع المجالات، يعني نواكب التطوير الذي يحصل، فلازم كل فنان ما يقعد مثل ما هو على نفس الفن، لا يتطور بالفعل. فهذا التطور يعني لازم يكون الفنان محتك عالميا، يشوف شنو التطورات، يحتك مع مجموعة من الفنانين أيضا عشان يستطيع يطلع من القوقعة اللي هو فيها إلى الحداثة والتطور. نعم بالفعل. أيضا كونك أستاذة عطارد عضوة في مجلس إدارة جمعية الفنون التشكيلية الكويتية، وين تشوفين اليوم المرأة الكويتية في مجال الفن؟ والله أنا أشوف المرأة الكويتية هو عضو وعنصر أساسي ولها بصمة قوية. ومثل ما نشوف طبعا أن أكثر الأعضاء الموجودين بالجمعية أكثرها العنصر النسائي أكثر من الرجال، فهذا يعني دليل أن المرأة مهتمة جدا بالفعل في تنافس. ممتاز، فهذا يدل أن المرأة بالفعل مهتمة في هذا المجال وعندها القدرة وعندها الموهبة أنها تبدع في مجال الفن أيضا. نعم بالفعل. نعم، خلينا نتكلم أيضا عن جمعية الفنون التشكيلية اللي تعمل على دعم المرأة الفنانة وتشجيع أيضا الفنانات التشكيليات المحليات، كلمينا عن هذا الدور. طبعا الجمعية الكويتية دائما مفتوحة أبوابها للفنانين، سواء إن كانت امرأة أو رجل مفتوحة أبوابها. الجمعية دائما في تطور، ودائما يعني أي مشاركات تكون سواء خارج أو داخل الكويت، أيضا جمعية الفنون التشكيلية دائما هناك بينالي الدكتورة سعاد الصباح، يقام كل سنة يجلب طبعا الفنانين العالميين من خارج الكويت
إلى دولة الكويت في إقامة هذه الورشة بينالي مع الفنانين الكويتيين طبعاً، وتكون مسابقة تنافسية شريفة حلوة، هدفها أيضاً إلى الرسم المعاصر أو الحداثة في الرسم. ممتاز، لازلنا مع المرأة ونتكلم عن يعني نجاح المرأة في هذا المجال أيضاً، وتركت بصمة في مجال الفن وأبدعت المرأة الكويتية، فخلنا نتكلم عن إبداعها في مختلف أيضاً المدارس الفنية بلوحات فنية مختلفة، خلنا نتكلم عن هالموضوع. نعم بالفعل، المرأة قدرت أنها تتقلب على مثل ما تقولين على نفسها، وتطورت تطور ملحوظ في جميع المدارس الفنية. بالضبط هذا اللي قدرت أشوفه، ومدارس حديثة مختلفة في جميع مجالاتها، يعني كذا فنانة خذت لها مثل ما تقولين عنصر يعني حديث في مجال الفن، وما شاء الله يعني لاحظنا هذا التطور حديثا في إقامة هذه الورش. نعم، كل الشكر على وجودك معنا، احنا استمتعنا في هذا الحديث ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والابداع في هذا المجال اكثر واكثر. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للفنانه التشكيليه عطارد الثاقب عضو مجلس اداره جمعيه الفنون التشكيليه. راح نروح أيضا وياكم مشاهدينا إلى مشاريع الدولة التنموية اللي يرصدها جهاز متابعة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء الموقر. إشراقة جديدة، مشاريع الكويت المستقبلية، مشروع توسيعات مستشفى الفروانية، نسبة الإنجاز 67.6%، يتسع ل 955 سرير، مبنى للخدمات، مبنى رئيسي، مواقف للسيارات، مبنى طب الأسنان. مشروع ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية، مشروع شارع القاهرة 7 كيلو من الطريق، 3 أنفاق إجمالي 2.3 كيلومتر، جسر التفاف علوي، 7 جسور للمشاة، 5 جسور خدمات، عمل وإنجاز للمشاريع لا يتوقف. مشروع مركز الكويت للسرطان، نسبة الإنجاز الفعلية 45.63%، يضم 618 سرير، البرج الشرقي 12 دور، أما البرج الغربي يتكون من 8 أدوار، مواقف للسيارات كبيرة، يعتبر من أكبر المشاريع الطبية ضمن رؤية الدولة المستقبلية. مشروع الصباح الجديد، نسبة الإنجاز 78.2%، ويضم 617 سرير، مبنى مواقف للسيارات، ومبنى آخر للخدمات، ومبنى إداري، ومبنى رئيسي، وأيضاً مبنى للعيادات والصيدلية. مشروع حيوي لرؤية كويت جديدة، إشراقة جديدة، جهاز متابعة الأداء الحكومي. وبعد رؤيتنا لهذه المشاريع وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بعد السادسة، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
بالفعل ختامها مسك معكم مشاهدينا، ونتمنى اليوم حلقتنا نالت على إعجابكم ورضاكم، على أمل نلتقي معكم غدا بنفس التوقيت في بعد السادسة. مع السلامة.